ما احنا متعودين هنقول الاي ال اوز بتاعتنا بتاعت محاضرة النهاردة، وهنشوف ايه اللي المفروض اطلع بيه من محاضرة الايفنتس اوف ذا فيرست ويك. المفروض بعد نهاية المحاضرة دي ان شاء الله تكون انت عندك مقدرة على انك تعمل لي ليست للايفنتس بتاعت الفيرست ويك اوف ذا بريجنانسي، تعمل ديسكريبشن للستيبس اند ريزلتس اوف فيرتلايزيشن، تعمل ديفينيشن للكليفج اوف ذا زايجوت، ريكوجنايز ذا ميكانيزم اوف امبلانتيشن اتس نورمال اند ابنورمال سايتس، ديفاين ذا ديزيز بالانتندد ليرنينج اوتكمز بتاعت المحاضره. يعني ايه اهداف المحاضره بتاعتنا؟ اولا هعمل ليست للايفنتس اوف ذا فيرست ويك اوف بريجنانسي. المفروض يبقى عندي مقدره ان اعمل ديسكريبشن للستيبس اند ريزلتس اوف فيرتلايزيشن، define the cleavage of the zygote, recognize the mechanism of implantation, its normal and abnormal sites, واخيرا هنتكلم على الديسيدوا and its parts. ماشي، نبدأ كده. بسم الله. اولا يا دكاترة، events of the first week هنحب نلخصها في الآتي. Events of the first week هنحب نلخصها في الآتي. أولا fertilization. يعني إيه كلمة fertilization؟ fertilization بمنتهى البساطة معناها ال process of union between the male and the female gametes اللي هي ال sperm and the ovum to form the zygote، عشان نعمل النطفة بتاعتنا. يبقى كلمة fertilization معناها union of male and female gametes، يعني union of sperm and an ovum to form the zygote. ده أول event بيحصل في الأسبوع الأول من الحمل. بعد كده هيحصل ال cleavage of this zygote. يعني إيه cleavage؟ يعني الزيجوت ده هيحصل له repeated mitotic divisions. By these repeated divisions الزيجوت هيتحول من إنه يبقى unicellular، هيتحول إلى مالتي سيلولر إمبريونيك سيلز بنسميها بلاستوميرز. يعني الزيجوت اللي هو أحادي الخلية ده اللي هو يدوبك ميل جميت مع فيميل جميت هينقسم انقسامات ميتوزية كتيرة ومتتابعة علشان يتحول إلى إمبريونيك مالتي سيلولر سيلز، يعني مجموعة من الخلايا الجنينية بنسميها بلاستوميرز. وده واضح هنا في الصورة إن الخلية انقسمت انقسامات كتيرة لحد ما وصلت للمرحلة دي، وهناخدها بالتفصيل بعد شوية. الجزء الثالث يا شباب هو الامبلانتيشن بتاع المالتي سيلولر امبليونيك سيلز دي. هيحصل امبلانتيشن وامبيدنج للبلاستوسيست. البلاستوسيست اللي هي المرحلة بعد الانقسامات اللي حصلت في الكليفج هيحصل لها امبيدنج انتو ذا يوتراين وول، يعني هتتزرع في جدار الرحم. خلاص يا شباب؟ يبقى إذن الـ events of the first week معناها إن أنا عملت الأول fertilization، عملت اتحاد بين الميل والفيميل برو نيوكلياي، الجاميتات اتحدت مع بعض وعملت لي الزيجوت. بعد كده حصل عندنا الكليفج بتاع الزيجوت ده إنه انقسم انقسامات كثيرة ومتعددة علشان يتحول من أحادي الخلية إلى مجموعة خلايا جنينية بسميها بلاستوميرز. ومجموعة الخلايا الجنينية دي بطريقة معينة هنشرحها بعد كده هنعرف إن هي بتتحول لحاجة اسمها بلاستوسيست، والبلاستوسيست دي هي اللي بيتم غرسها، هي اللي بيتم غرسها في جدار الرحم. ماشي يا شباب. بالنسبة للفيرتلايزيشن اللي هو أول خطوة في خطوات الفيرست ويك، بفكركم ان هو كان تعريفه التقاء الميل والفيميل جاميتس، يعني السبيرم والاوفم تو فورم ذا زايجوت. مكانه يا شباب بيحصل في اللاترال ثيرد اوف ذا فالوبيان تيوب، بيحصل في الجزء او التلت الخارجي لقناة فالوب، لاترال ثيرد اوف فالوبيان تيوب. من كل السبيرمز اللي حصل لها ايجاكوليشن انسايد ذا فيميل جينيتال تراكت، اونلي من 300 ل 500 سبيرمز بس هما اللي هيريتش السايت اوف فيرتلايزيشن، يعني هما اللي هينجحوا في النجاة وينجوا في رحلتهم الطويلة لحد ما يعدوا من الفاجينا والسيرفكس واليوترس ويدخلوا الفالوبيان تيوبس
ويوصلوا لللاترال ثيرد اوف ذا فالوبيان تيوب. كام واحد بس اللي هيوصلوا؟ من 300 ل 500 سبيرمز بس. من ال 300 ل 500 دول only one sperm can penetrate the secondary oocyte. واحد بس هو اللي هيقدر يعمل penetration للsecondary oocyte. لازم اقول لكم معلومة مهمة جدا، ان الability of the sperms على انها تعمل fertilization بتفقد في خلال 48 ساعة after ejaculation. يعني السبرم لو عدى عليه 48 ساعة بعد الإيجاكوليشن، لو عدى عليه 48 ساعة بعد الإيجاكوليشن بيفقد قدرته على الإخصاب. خطوات الفيرتلايزيشن دي يا دكاترة بتنقسم into two main categories، اتنين كاتيجوريز كبار قوي. أول كاتيجوري اسمه preparatory steps، يعني خطوات تجهيزية وتحضيرية. الخطوات التجهيزية دي بتشمل حاجة اسمها sperm capacitation، يعني تجهيز السبرم حتى يكون قادر على الإخصاب. الخطوة التانية اسمها acrosomal reaction. الخطوة التانية اسمها ايه؟ acrosomal reaction. طيب ده النص الأول من الفيرتلايزيشن، ان انا لازم اعمل تجهيز للفيرتلايزيشن، بعمل له preparatory steps يعني خطوات تجهيزية وخطوات تحضيرية. الخطوات التحضيرية دي عبارة عن sperm capacitation والacrosomal reaction. أما الجزء الثاني من fertilization هو actual steps of fertilization، هو بقى الخطوات الحقيقية للإخصاب التي تشمل penetration of the corona radiata، الغلاف الخارجي للسكندري اوسايت. لو تفتكروا لما حصل رابشر للجرافيان فوليكل في المحاضرة اللي فاتت وطلعت السكندري اوسايت في يوم الاوفيوليشن، كان بتطلع السكندري اوسايت محاطة بمجموعة الخلايا اللي اسمها كورونا رادياتا. بعد ما السبرم بيعمل بنتريشا للكورونا رادياتا هيواجه الغشاء الداخلي بعد الكورونا رادياتا اللي هو الزونا بليوسيدا، الزونا بليوسيدا، فهيضطر يعمل بنتريشن للزونة باليوسيدا، وهتكون دي الستيب رقم 2. بعد ما يعمل بنتريشن للزونة باليوسيدا خلاص انا كده اقدر اعمل يونيون اوف ذا سيل ممبرينز بتاعت السبرم مع السكندري اوسايت، واكمل بعد كده الخطوات اللاحقه. يبقى الفيرتلايزيشن يا دكاتره لازم اقسمه زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، لازم اقسمه للخطوتين اللي انتوا شايفينهم دول. اول خطوه خالص اسمها preparatory step، يعني خطوات تجهيزية، وهي عبارة عن sperm capacitation والacrosomal reaction. بعد preparatory steps بتيجي actual steps، بعد ما بقى sperm قادر، بعد ما بقى sperm قادر وجاهز على انه يعمل الاخصاب، بيضطر انه يعمل penetration للكورونا رادياتا، ثم penetration للزونة باليوسيدا، ثم يتم الاتحاد بين السبرم والسكندري اوسايت، ونكمل الخطوات اللي بعد كده. طيب يعني ايه بقى يا دكتور the preparatory steps of fertilization؟ يعني ايه the preparatory steps of fertilization؟ احنا اتفقنا ان هما خطوتين، خطوة اسمها capacitation of the sperm، والخطوة التانية اسمها acrosomal reaction. بالنسبة للسبرم capacitation ده معناه ان الفاينل ستيب of maturity of the sperm بتحصل، the final step in sperm maturation بتحصل، علشان يبقى خلاص بقى ناضج نضوج كامل. طيب بتتم ازاي الخطوة دي يا شباب؟ بتحصل في الفيميل جينيتال تراكت، يعني بعد ما يتم الإيجاكوليشن of the sperms inside the vagina ويبقى السبرم inside the female genital tract، بتحصل خطوة الكاباسيتيشن دي اللي هي الفاينل ستيب in the sperm maturation، بتقعد مدة 7 ساعات بعد الإيجاكوليشن. يبقى السبرم after ejaculation has to stay 7 hours in the female genital tract علشان يبقى قادر على الإخصاب. لازم يقعد مدة 7 ساعات يحصل له العملية اللي احنا بنسميها capacitation. الكاباسيتيشن ده بمنتهى البساطة بيتم فيه removal of the glycoprotein coat. removal of the glycoprotein coat يعني بيتم إزالة الغلاف المكون من الجلايكوبروتين اللي محوط على الأكروسومال ريجون of the sperm. يعني السبرم أول ما بيحصل له إيجاكوليشن بيبقى محاط بغشاء من الجلايكوبروتين،
موجود حوالين الاكروسوما ريجن. علشان اخلي السبرم قادر على الاخصاب لازم اعمل ريموفال للجلايكوبروتين ده يا شباب. الفترة دي بيحتاج السبرم 7 ساعات علشان يتم الخطوة. هيحصل لنا الاكروسوما رياكشن. يبقى تاني حاجة في البريباراتوري ستيبس الاكروسوما رياكشن، وده منطقي جدا. يبقى انت شلت الجلايكوبروتين اللي على الاكروسوم، دلوقتي بقى الاكروسوم بقى جاهز انه يقوم بالرياكشن بتاعه. ايه الرياكشن بتاعه ده؟ اول ما بيحصل كونتاكت بين الهيد اوف ذا سبرم والزونا باليوسيدا يبدا الاكروسوما رياكشن، اللي هو بيتم فيه افراز انزيمز معينه تساعد على البنتريشن اوف ذا زونا باليوسيدا. والانزيمز دي هي الاتي. الانزيمز دي هي عباره عن الهيرونيديز انزيم، ده مسؤول عن الدايجيشن اوف ذا كورونا رادياتا. الانزيم الثاني اسمه زونا لايسين، وده مسؤول عن البنتريشن اوف ذا زونا باليوسيدا، ومن اسمه زي ما انتم شايفين زونا لايسين معناه اللي بيدوب الزونا باليوسيدا، اللي بيدوب الزونا باليوسيدا. اوكي ماشي. دكتور محمد مجدي رفع ايده، فيا ريت يكتب لي في التشاتنج انه رفع ايده. اعتقد ان البريشر خف شويه على الويب سايت بعد ما احنا قلنا ان احنا هنسجل المحاضره، فمش عارف هو رفع ايده قاصد ولا جت منه غلطه. ماشي يا شباب. يبقى دلوقتي البريباراتوري ستيبس اوف فيرتلايزيشن بمنتهى البساطه بحلها في خطوتين. اول خطوه السبرم كاباسيتيشن، والسبرم كاباسيتيشن ده كل فكرته ان انا لازم اشيل الجلايكوبروتين كوت اللي موجود على الاكروسوم عشان الاكروسوم يقدر يعمل الاكروسوم رياكشن. وده بيحصل ازاي؟ بيحصل في خلال 7 ساعات after ejaculation inside the female genital tract. الاكروسوم دلوقتي جاهز وتشال من عليه الغلاف اللي هو الجلايكوبروتين، فمنتهى البساطة اول ما يلمس الزونا باليوسيدا هيطلع 2 انزيمز مهمين جدا، الهيالورونيديز ده بيعمل digestion للكورونا رادياتا، والزونا لايسين بيعمل penetration للزونا باليوسيدا. نبص كده مع بعض على الصورة دي. ده السبرم يا شباب اول ما بيحصل له ايجاكوليشن بيبقى عليه جلايكوبروتين كوت زي ما انتوا شايفين كده عشان يحميه. الجلايكوبروتين كوت ده مفيد في حمايه السبرم من الاسيديتي بتاعه الفيميل جينيتال تراكت. بنقعد مده 7 ساعات علشان يحصل ريموفال اوف ذا جلايكوبروتين كوت. منين؟ من على الاكروسومال ريجن، من على الاكروسومال ريجن. زي ما انتم شايفين ادي الجلايكوبروتين كوت حصل له ريموفال من منطقه الاكروسوم. بنهايه الكاباسيتيشن يصبح السبرم قادر على الحركه بسرعه اكبر وقادر على البنتريشن للسكندري اووسايت ممبرينز اللي مغلفه حواليه. طيب هنيجي بعد كده للاكتوال ستيبس اوف فيرتلايزيشن. يبقى كان اول جزء من الفيرتلايزيشن هو البريباراتوري ستيبس التي تتمثل في السبرم كاباسيتيشن، وعرفنا يعني ايه كلمه سبرم كاباسيتيشن، والاكروسومال رياكشن وعرفنا الاكروسومال رياكشن يعني ايه. اما الاكتوال ستيبس اوف فيرتلايزيشن فهي بمنتهى البساطه هنقسمها لثلاث اجزاء. اول حاجه بنتريشن او دايجيشن اوف ذا كورونا رادياتا، بنتريشن او دايجيشن اوف ذا كورونا رادياتا. وطبعا انتوا لسه فاكرين ان ده بيبقى عن طريق الهيالورونيديز انزيم الذي يتم افرازه في الاكروزومال رياكشن. وفي نفس الوقت بيبقى فيه ميوكوزال انزيمز في الفالوبيان تيوبس، يعني الفالوبيان تيوبس نفسها اللي بيحصل جواها الفيرتلايزيشن بتفرش شويه انزيمز بتساعد على الدايجيشن اوف كورونا رادياتا. بعد كده الموفمنتس بتاعت السبرم ستيل نفسها، يعني ديل السبرم حركه التيل بتاعته بتساعده ان هو يعمل البنتريشن ده. يبقى وات ار ذا كوزز اوف ذا بنتريشن اوف ذا كورونا رادياتا؟ اول كوز واهم كوز الانزيم اللي اسمه هيالورونيديز انزيم الذي يتم افرازه عن طريق الاكروسوم اوف ذا سبرم. تاني حاجه تيوبال ميوكوزا الانزيمز اللي بتطلع من الميوكوزا او الغشاء المخاطي المبطن
للفالوبيان تيوب، واخيرا الموفمنتس اوف ذا سبيرمز تيل، حركه التيل اوف ذا سبيرم نفسها. بعد ما حصل ديجيشن للكورونا رادياتا هيقابلني الغلاف اللي بعد كده اللي هو الزونا بليوسيدا اللي احنا عارفينه من المحاضره اللي فاتت. طبعا الزونا بليوسيدا بيتم اختراقها بالزونا لايسين اند تريبسين لايك انزيم، زونا لايسين انزيم اند تريبسين لايك انزيم. طيب في بقى حاجه مهمه قوي بعد ما يحصل بنتريشن للزونا بليوسيدا. اول ما الهيد اوف ذا سبيرم بيخترق الزونا بليوسيدا اند يعمل كونتاكت مع البلازما ممبرين اوف ذا سيكندري اووسايت، اول ما بيدخل ويعمل كونتاكت مع البلازما ممبرين اوف ذا سيكندري اووسايت، في حاجه اسمها كورتيكال جرانيولز، حويصلات موجوده انسايد ذا اووسايت بتفرز لي لايزوزومال انزيمز علشان تغير البيرميابيليتي اوف ذا زونا بليوسيدا وتخليها impermeable to any other sperm، يعني تمنع اي سبيرم تاني انه يدخل، يعني بالبلدي كده كانها بتقفل الزونا بليوسيدا، فبنسميها زونال بلوك، بنسميها زونال ايه بلوك، زونال رياكشن او زونال بلوك. يبقى تاني خطوه من الاكتوال ستيبس اوف فيرتيلايزيشن هي بينتريشن اوف ذا زونا بليوسيدا. اول ما بيحصل بينتريشن للزونا بليوسيدا بتقوم بيبقى فيه جرانيولز جوه السكندري اووسايت بيعمل افرازات للايزوزومال انزيمز، والايزوزومال انزيمز دي مسؤوله عن انها تغير البيرميابيليتي اوف ذا زونا باليوسيدا وتخليها امبرميابل تو فيرذر سبيرمز. الشباب اللي مش سامعين الصوت، الضغط لسه موجود على الموقع معلش، و الصوت ان شاء الله هتسمعوه في التسجيل كويس. الحمد لله انا اتفقت مع ادارة الموقع ان احنا هنسجل المحاضرة. خلاص يا شباب، انا اتفقت مع ادارة الموقع على تسجيل المحاضرة. طيب تالت حاجة خالص، اليونيون بقى of the sperm and the secondary oocyte، هيحصل فيوجن بين التو سيل ممبرينز بتاعت السبرم والأوسايت. بعد كده الفيتالاين ممبرين بتاع الأوسايت برضو هيبقى impermeable to any other spermes، يبقى أنا قفلت الزونة باليوسيدا وفي نفس الوقت قفلت الممبرين. هيحصل بعد كده إن الأوسايت هتخلص السكند ميوتيك ديفيجن بتاعها علشان تديني الماتيور أوفم والسكند بولر بوديز. نبص على الصورة علشان نفهم. بعد ما دخل السبيرم انسايد ذا سيكندري اووسايت وتم الفيوجن او الالتحام بين التو سيل ممبرينز بتاعه السبيرم مع الاووسايت، الهيد اوف ذا سبيرم هيكبر في الحجم ويبقى مدور مستدير. It will be swollen and rounded to form the male pronucleus. تمام، اوكي، ادي الصوره اللي عندنا، ادي السبيرم، الصوره هي دكاتره، الصوره اهي، ادي السبيرم. معلش يا شباب نستحمل وان شاء الله التسجيل ينزل ليكم. ادي السبيرم قدامي بعد ما اتعمل له كاباسيتيشن وشلنا الجلايكوبروتين اللي كان موجود على الاكروسوم. أول أول ما حصل كونتاكت بين الهيد and the oocyte membrane اللي هو الزونة باليوسيدا، حصل الأكروسوم الرياكشن اللي طلع لي زونة لايسين عشان يعمل بنتريشن للزونة باليوسيدا، وكان طلع لي كمان هيالورونيديز عشان يدوب الكورونا ريدياتا. زي ما احنا شايفين اول ما تم اختراق الزونا باليوسيدا الهيد اوف ذا سبيرم لمس البلازما ممبرين بتاع الاوسايت من جوه اللي هو الممبرين الداخلي. اول ما لمس الممبرين الداخلي اوف ذا سيكندري اوسايت، الجرانيولز اللي انتوا شايفينها دي اللي اسمها كورتيكال جرانيولز لانها بتبقى موجوده تحت الممبرين على طول، هتفرز لايزوزومال انزيمز اللي انتوا شايفينها دي.
اللايزوزومال انزيمز دي ميزتها انها هتغير البرميابيليتي بتاعت الزونه باليوسو ده، وهتعمل الزونه البلوك، هتخلي الزونه باليوسو ده امبرميابل تو اني اذر سبيرم. بعد ما ينجح السبيرم في دخول السكندري اوسايت من جوه ويكون لي الميل برونيوكليوس، هيبقى السيل ممبرين بتاع الاووسايت امبرميابل تو اني اذر سبيرم. يبقى بمنتهى البساطه انا عملت كاباسيتيشن للسبيرم، بعد ما عملت له كاباسيتيشن بقى قادر على الاخصاب. اول ما بيلمس الزونه باليوس ده بيطلع اللايزوزومال بيطلع الزونه لايسين اند تريبسين لايك انزيم تو بينتريت ذا زونه باليوس ده. اول ما بلمس البلازما ممبرين اوف ذا سكندري اووسايت، تقوم الجرانيولز اللي انتوا شايفينها دي تطلع لايزوزومال انزيمز تخلي الغشاء بتاع البويضه امبرميابل تو اني اذر سبيرم. الميل يا شباب مع الفيميل برونيوكلياي هيعملوا لي 1 نيوكليوس. الميل برونيوكلياس طبعا 23 كروموزوم بس، الفيميل برونيوكلياس طبعا 23 كروموزوم بس. لما الاثنين يتحدوا هيعملوا لي 1 نيوكليوس، نواه واحده تتكون من 46 كروموزوم اللي احنا بنسميها الزايجوت، اللي احنا بنسميها ايه؟ الزايجوت. يبقى ذا فيرتلايزد اوفم از كولد زايجوت. يبقى اذا ايه الزايجوت ده يا شباب؟ اتس ايوني سيلولار ستراكشر، يعني ستراكشر احادي الخليه نتج عن اتحاد البرونيوكليوس اوف ذا ميل مع البرونيوكليوس اوف ذا فيميل، يعني نتج عن اتحاد السبيرم بال 23 كروموزوم اللي فيه مع السكندري اوسايد بال 23 كروموزوم اللي فيها، وكون لي الزايجوت اللي هو بقى احادي الخليه، احادي الخليه ولكنه 46 كروموزوم. وهو ده بدايه قصه الخليقه بتاعتنا، هو ده بدايه قصه الخليقه بتاعتنا. طيب نبص تاني مع بعض على المراحل اللذيذه دي. ادي السكندري اوسايت، حواليها الزونه باليوسيدا اللي باللون الاصفر ده، وحواليها الكورونا رادياتا اللي هي صفوف الخلايا اللي طلعت معاها من الجرافيان فوليكل دي. السبيرم مسؤول دلوقتي عن انه يعمل هيالورونيديز انزيم يدوب الكورونا رادياتا، وبعد كده يعمل كونتاكت مع الزونا باليوسيدا فيفرز الزونا لايسين والتريبسين لايك انزيم فيخرم الزونا باليوسيدا. بعد ما يخرم الزونا باليوسيدا هيضطر انه يعمل كونتاكت مع البلازما ممبرين، مع الغشاء الداخلي بتاع السكندري اوسايت. اول ما بيعمل كونتاكت مع الغشاء الداخلي ده، الجرانيولز اللي موجوده جوه السكندري اوسايت هتطلع لايزوزومال انزيمز تخلي الزونا باليوسيدا امبرميابل تو اني اذر سبيرمز، يعني هتعمل حاجه اسمها زونا البلوك. بعد كده الهيد اوف ذا سبيرم هينتفخ ويبقى سوولن، ويعمل لي حاجه اسمها الميل برونيوكلياس اللي فيها 23 كروموزوم، هتتحد مع الفيميل برونيوكلياس اللي فيها 23 كروموزوم، وهتعمل لي الزايجوت. وهتعمل لي الايه؟ الزايجوت، يوني سيلولار استراكشر. اول ما الزايجوت ده بيتكون، السبيرم هيفرز شويه اكتيفيتنج انزيمز هنسمع عنها بعد شويه، علشان يبدا عمليه الكليفج، يعني عمليه الانقسام، بعد طبعا ما السكندري اوسايت ما تتم السكند مايوتيك ديفيجن بتاعها، تحصل الانقسامات المتتابعه اللي انتوا شايفينها دي اللي احنا بنسميها الكليفج، وهي دي الخطوه اللي هتبقى التاليه للفيرتلايزيشن. يبقى يا دكتور لو قلت لك، وطبعا الكورونا رادياتا بعد ما يخش السبيرم جوه بتختفي، مش محتاج كورونا رادياتا انا تاني، هيبقى ما عنديش بس الا الفايتال لاين ممبرين والزونا باليوسيدا فقط. طيب واحد يقول لي بقى ايه الريزلتس اوف فيرتلايزيشن يا دكتور؟ هنتوقعها بقى. What are the results of fertilization؟ توقع كده معايا. اولا انا عملت restoration للهابلويد نمبر، تاني للديبلويد نمبر سوري اوف ذا سيل، صح؟ والسكندري اوسايت هتخلص السكند مايوتيك ديفيجن بتاعها عشان تديني الماتيور اوفم، وزي ما قلت لك هتجمع 23 من الميل كروموزوم مع 23 كروموزوم من الفيميل، فالخليه تبقى 46 كروموزوم. يبقى انا عملت ريستوريشن للديبلويد نمبر اوف ذا خليه، برافو عليكم. وطبعا كده بقيت عارف الاوف سبرينج اللي هيطلع ميل ولا فيميل، كده بقيت عارف الاوف سبرينج اللي هيطلع ميل ولا فيميل. ازاي؟ لو كان عندي السبورم 22 زائد اكس،
والأوفم 22 زائد إكس هيطلع 44 زائد إكس إكس يعني فيميل أوفسبرينج يعني البيبي هيبقى فيميل. أما لو كان عندي السبرم 22 زائد واي وطبعا من الأوفم طول عمرها 22 زائد إكس فهيطلع 44 زائد إكس واي يعني ميل أوفسبرينج يعني البيبي هيبقى ولد. يبقى انا كده بكرر تاني زي ما قلت لكم معلومه المحاضره اللي فاتت ان المسؤول عن تحديد جنس الجنين هو الاب. ان كان السبرم واي هيطلع البيبي ولد، لو كان السبرم اكس هيطلع البيبي بنوته. كويس. طبعا انا كده جمعت الجينيتك ماتيريال بتاعه الاب مع الجينيتك ماتيريال بتاعه الام، فطبعا هو ده اللي هيحدد الجنرال كاركترز بتاعه البيبي اللي هيتولد. يعني ايه الجنرال كاركترز؟ يعني الطول، العرض، لون الشعر، لون العين، لون البشرة، وهكذا. لان خلاص عرفت ان جاي لي جين من هنا بالشكل الفلاني وجينات من هنا بالشكل الفلاني، يبقى لو اتحدت مع بعض بالهندسة الوراثية هنعرف، او بمعلومات الوراثة اللي احنا عارفينها هنعرف ان البيبي اللي هيتولد ده لون شعره هيبقى ايه، لون جلده هيبقى ايه، هيبقى طويل، هيبقى قصير، وهكذا. واخيرا زي ما اتفقنا اول ما بيكون الزايجوت السبرم بيريليز اكتيفيتنج فاكتورز اللي انا لسه قايلها لكم في السلايد اللي فاتت، بتبدا تخلي الزايجوت يبدا في عمليه الكليفج اللي هي الانقسامات المختلفه. ماشي يا شباب؟ يبقى بكل بساطه الفيرتلايزيشن، عشان اراجع معاك بسرعه، عشان اراجع معاك بسرعه صوت بس والسلايد هتفضل ثابته عشان ما تفتكروش ان هيبقى فيه رسومات. الفيرتلايزيشن عباره عن تو مين كاتيجوريز. بريباراتوري ستيبس الاول عشان اجهز السبرم ان هو يبقى قادر على الاخصاب. البريباراتوري ستيب دي تتكون من السبرم كاباسيتيشن اللي هو بشيل الغلاف الجلايكوبروتين اللي على الاكروسوم الريجون عشان اخلي الاكروسومز قادره على انها تفرز افرازاتها بعد كده، وبعد كده الاكروسوم الرياكشن اللي هو بيفرز هيالورونيديز عشان اعمل دايجيشن لكورونا رادياتا وتريبسين لايك ماتيريال اند زونا لايسين عشان اعمل بنتريشن للزونا بيديوسيدا. اما الجزء الثاني من الفيرتلايزيشن هو الاكتوال ستيبس اوف فيرتلايزيشن اللي بيتم من خلالها بنتريشن اوف ذا سبيرم لحد ما يخش جوه خالص انسايد ذا سكندري اوسايت. بكل بساطه بخترق الثلاث حواجز اللي قدامي، بخترق الكورونا رادياتا باستعمال الهيالورونيديز انزيم، وبخترق الزونا بيليوسيدا باستعمال الزونا لايسين والتريبسين لايك ماتيريال. وبعدين وبعد كده يا شباب هيحصل لي ان انا هتحد جوه انسايد ذا سيل ميمبرين. السبيرم الراس بتاعته هتعمل الميل برونيوكلياس مع الفيميل برونيوكلياس الموجوده، واول ما بيتم الاتحاد ده طبعا هتقوم السكندري اوسايت عامله السكند ميوتيك ديفيجن بتاعها وتقوم بالاتحاد مع الميل برونيوكلياس اللي هو هينتج عن ان الهيد اوف ذا سبيرم حصل له سويلنج وبقى راوندد وكون لي الميل برونيوكلياس وتم الاتحاد بينهم واداني في الاخر الزايجوت. اداني في الاخر الزايجوت. بالنسبه لسؤال دكتوره ليلى، بتقولي ايه اللي بيخلي نواة البويضة تندمج مع نواة السبرم؟ بمنتهى البساطة كل العملية دي اصلا بتبقى ماشية بريسبتورز معينة وبميتيتورز معينة وسيجنالز كيميائية معينة هي اللي بتخلي السبرم يتجه الى الفالوبيان تيوب ويتجه الى البويضة ويعمل كل العملية دي. السيجنالينج ده ادفانسد عليكم جدا في الاناتومي، ممكن تسمعوا عنه في السيل بيولوجي في الهيستولوجي او غيره او اتفر، لان السيجنالينج ده موضوع معقد جدا والحمد لله مش عليكم، بس هو بيبقى عن طريق ريسبتورز معينه وسيجنالز كيميائيه معينه هي اللي بتوجه السبيرمز، من الجينيتال تراكت بتاعه الفيميل انه يطلع ويروح للفالوبيان تيوب دي بالذات اللي فيها البويضه. بيبقى فيه ريسبتورز وسيجنالز كيميائيه هي المسؤوله عن سحب السبيرم ودخوله في البويضه. دكتور علي، الكورتيكال جرانيولز دي موجوده اصلا في من ضمن تركيب السكندري اوسايت، من ضمن الاورجانيلز اللي موجوده جوه السكندري اوسايت، يعني زي الاورجانيلز اللي موجوده في اي خليه، فدي اصلا بيبقى جواها
الكورتيكال جرانيولز دي بتبقى جاهزة لأي سبيرم لو جه في أي وقت. لازم تبقى جاهزة يا دكتور علي، مش تتخلق على طول كده، لازم طبعا تكون جاهزة. طيب احنا دلوقتي وصلنا يا شباب لمرحلة الزيجوت اللي هو استراكتشر أحادي الخلية، استراكتشر أحادي الخلية. الاستراكتشر الأحادي الخلية اللي اسمه الزيجوت ده احنا عايزينه يبقى مش أحادي الخلية، عايزينه يتكاثر. فكلمة الكليفج دي معناها the repeated mitotic divisions علشان احول اليونيسيلولار زيجوت into multicellular embryonic cells، بسمي الامبريونيك سيلز دي بلاستوميرز. انا عملت لكم ليها تقسيمه ظريفه كده علشان ما نتوهش وما ننساش. قسمتها ان اول خطوه هي بدايه الكليفج نفسه اللي هي 30 ساعه after fertilization، 30 hours after fertilization. ايه ال 30 ساعه دول؟ بعد ما بيعدي 30 ساعه من عمليه الفيرتلايزيشن الزيجوت ده هيبدا starts a series of mitotic divisions، هيبدا مسلسل من الميتوتيك ديفيجنز علشان يتحول to be transformed to a multicellular mass of embryonic cells بسميها بلاستوميرز. يعني بستفيد ان الزيجوت ده بيكبر عدد الخلايا، بيزود عدد الخلايا، ولكن حجم الخلايا كل ما بيزيد كل ما الحجم ما بيصغر. كل ما بكتر عدد الخلايا كل ما حجم الخلايا ما بيصغر علشان تبقى شبه الخلية الحقيقية اللي بعد كده لما نكبر ان شاء الله. الزيجوت كمان وهو بينقسم بيتحرك towards the uterine cavity، يعني هو مش قاعد في مكانه بينقسم، لا ده هو عمال يتدحرج جوه اليوتراين تيوب ناحية اليوتراين كافيتي، ناحية اليوتراين كافيتي. كلمة بلاستوميرز يا دكتور عبد الفتاح معناها الامبريونيك سيلز، امبريونيك سيلز بنطلق عليها بلاستوميرز، خلايا جنينية. ماشي؟ فالزيجوت هو بينقسم في نفس الوقت عمال يتمشى في الفالوبيان تيوب رايح ناحية اليوتراين كافيتي، وطبعا ده بسبب تأثير الاكشن بتاع التيوبال سيليا، يعني الاكشن بتاع الاهداب اللي موجودة في الفالوبيان تيوب. طيب حلو قوي، يبقى من اول 30 ساعة بعد الفيرتلايزيشن يقوم الزيجوت يعمل حاجتين، يقعد ينقسم ينقسم ينقسم، وفي نفس الوقت بيتحرك وهو بينقسم ناحية اليوترس. السهم اللذيذ ده بيقولك ان بعد ما من 30 ساعة الى مرور 72 ساعة after fertilization، يعني حوالي 3 ايام بعد الفيرتلايزيشن، بيكون الزيجوت ده وصل لمرحلة الموريولا او التوتية، بيبقى عامل شبه التوتة كده، للناس اللي بتحب تشتري توت وتقزقزه بيبقى عامل شبه التوتة، فبيسموها موريولا او مرحلة التوتية، اللي هي بتبقى عبارة عن 12 ل16 خلية. والتوتية دي او الموريولا دي هتكمل الديفيجن بتاعنا، هتكمل الايه؟ الديفيجن بتاعنا عشان عدد الخلايا يكتر. بص معايا على الصورة دي كده، هتلاقي يعني بيتاكل، بيتقزز عشان بتضطر تشد منه البتاعة اللي ماسكة فيه زي بتاعة العنب دي، ما علينا. بص يا شباب، ادي الزيجوت بقى خليتين، انقسم بأربعة وهكذا، وصل لحد الموريولا ستيج اللي هي من 12 ل16 سيل ستيج. طب ده 3 ايام بعد الفيرتلايزيشن. الخطوة اللي بعدها يا دكتور، لا دكتورة امنة، هو مش لازم 2 4 8، لو بصيت على الصورة هتلاقي 2 3 4 وهكذا. ماشي؟ عشان كده هو بيقولك من 12 ل16، من 12 ل16، يعني مش لازم تكون 12 او 16 بالظبط، ممكن تكون 14، ممكن تكون 15، تمام، على حسب الريت بتاع الديفيجن. الفورث داي بقى افتر فيرتلايزيشن، يعني اليوم الرابع بعد الفيرتلايزيشن، اليوم الرابع بعد الفيرتلايزيشن، الموريولا دي هتوصل اليوتراين كافيتي. يبقى هنا ام سي كيو ينور في ودانك على طول، سوري ينور قدام عينيك مش نور في ودانك. ما هي المرحلة التي تصل اليوتراين كافيتي؟ هل البلاستومير؟ هل التو سيل ستيج؟ هل الموريولا؟ ايه اول مرحلة توصل اليوتراين كافيتي، تنط جوه اليوتراين كافيتي على طول؟ الموريولا. يبقى في اليوم الرابع بعد الفيرتلايزيشن الموريولا توصل لليوتراين كافيتي. طب وبعد ما توصل لليوتراين كافيتي دكتور عبد الرحمن، انا لسه ما جبتش سيرة الامبلانتيشن، الدنيا زحمة ومش عايزة تنرفز.
النهاردة في fertilization ثم cleavage ثم implantation. I am talking now about the cleavage, not implantation. ماشي؟ يبقى نصبر شوية. اصبر عارزك يا دكتور عبد الرحمن. لا تكون متعجلا. ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة. ماشي يا شباب؟ طيب. أول ما الموريولا توصل ليه؟ أنا عايزه هو اللي يرد عليا ويقول لي تمام. هو أنتوا اللي بتردوا؟ أنا عايزه هو اللي يرد عليا. يا دكتور عبد الرحمن رحت فين؟ يا دكتور عبد الرحمن آخر نداء لدكتور عبد الرحمن. هتصبر عليا ولا مش هتصبر عليا لحد ما أقول لك إجابة السؤال؟ طيب هو واضح إن هو أكيد هيصبر عليا يعني. ماشي. الموريولا يا ولاد اول ما هتوصل لليوتراين كافيتي هتعمل حاجه ظريفه جدا. الزونابليوس ده هتختفي. الزونابليوس ده هيحصل لها ايه؟ هتختفي. اليوتراين تيوب يا دكتوره اسيا هي هيها قناه فالوبيان تيوب. دكتوره امنه هو ماشي هو عمال يعمل سيريز اوف ديفيجنز ملوش معدل معين. اوكي؟ الزونة باليوس ده هتختفي. ايه ده هي ما كانتش الزونة باليوس ده اختفت؟ لا يا دكتور خالص. بص لحد الموريولا ما في زونة باليوس ده. ليه بقى لحد الموريولا في زونة باليوس ده؟ حد يجاوب بقى. هل ينفع اخفي الزونة باليوس ده قبل ما اخش في اليوتراين كافيتي؟ هل ينفع اشيل الزونة باليوس ده قبل ما اخش في اليوتراين كافيتي؟ برافو عليكو. الزونة باليوس ده لازم تفضل محوطة على الخلايا وهي بتنقسم علشان تحافظ عليها بتنقسم في مكان واحد وجوه غلاف واحد. زائد السبب التاني اللي انتوا قلتوه برافو عليكو. اول ما الزونة باليوس ده دي هتختفي الخلايا اللي جوه دي مجنونة اصلا هترشق على طول في الحاجة اللي قدامها. فلو اختفت الزونة باليوس ده بدري هتلاقي الموريولا دي رشقت في قناة فالوب وعملت اكسترا يوتراين او اكتوبيك بريجننسي. ده غلط. انما اول بقى ما الموريولا توصل جوه اليوتراين كافيتي خلاص بقى تتزرع بقى في اليوتراين كافيتي بامان مفيش مشكله. بعد ما تختفي الزونة باليوس ده من على الموريولا هيحصل ابزوربشن اوف فلويد جاي من اليوتراين كافيتي. الفلويد ده هيتجمع جوه الموريولا هيحولها لبلاستوسيست هيحولها الى كيس جنيني. بلاستوسيست معناها كيس جنيني. طب ما تيجي نتفرج كده. ادي الحكايه من اولها يا شباب. الزايجوت اتقسم بقى خليتين اتقسم بقى ثلاثة اتقسم بقى أربعة وهكذا لحد ما وصل للموريولا اللي هي من 12 ل 16 خليه ولسه فيها زونة باليوس ده زي ما انتم شايفين الاطار اللبني ده. قام داخل اليوتراين كافيتي في اليوم الرابع بعد الفيرتلايزيشن. اول ما دخل اليوتراين كافيتي قمت انا كاتب لك بيانات كده نوتس ذا ديسابيرنس اوف زونة باليوس ده ما عادش فيه زونة باليوس ده. وبعد كده لاحظ حاجة تانية notice the accumulation of the fluid. تم امتصاص الفلويد من اليوتراين كافيتي وقام داخل جوه الموريولا فحولها الى بلاستوسيست. بلاستو ايه؟ سيست كيس جنيني. هذا البلاستوسيست جوه كافيتي متعبي مية. هسمي الكافيتي ده بلاستوسيل. بلاستوسيل كيس المية اللي جوه البلاستوسيست. طيب الخلايا هتتوزع في تو ماسز زي ما انتوا شايفين. خلايا متجمعة في كلكيعة جوه وخلايا تانية محاوطة داير ما يدور بالبلاستوسيست. الفلويدز اللي امتصتها دي يا دكتور بهاء دي السكريشنز اللي بتطلع في السكريتوري ستيج بتاع الاندوميتريوم لو تفتكر المحاضرة اللي فاتت. سكريشنز من الاندوميتريال سيلز يعني سوائل مغذية بتغذي الخلايا دي علشان هي تقعد تنقسم وهي دي اللي هتبقى البيبي بعد كده. فلازم تاخد شويه سوائل مغذيه جايه من السكريتوري فيز اوف ذا اندوميتريوم اللي السيلز بتاعه الاندوميتريوم هي اللي بتفرز السوائل دي. المفروض انها بتختفي بعد دخول الموريولا انسايد ذا يوترس يعني من يوم الرابع لليوم الخامس. دي مش هتخلينا نخسر بعض كتير بس اعتقد ان اليوم الخامس احسن لسبب لان الامبلانتيشن بيبدا في اليوم السادس فهي من الرابع للخامس تختفي. احنا مش ماسكين ساعه وستوب ووتش يعني.
كل حاجة بتبقى فيها variations مبحتاحة يعني. يبقى السيلز زي ما انتم شايفين هتبقى arranged in two masses في كتلتين. انا كنت بقول يا دكتور يا دكتور السعيد كنت بقول ان اول ما الموريلا تخش جوه اليوترين كافيتي هتختفي الزونة باليوسيدا وهتشرب فلويد البلاستوسيست دي, او الموريلا هيشرب فلويد من اليوترس هيقوم متحول لكيس جنيني هسميه بلاستوسيل. الكافيتي اللي جوه اللي فيه المية ده اسمه بلاستوسيل, اسمه ايه؟ بلاستوسيل. الموريلا دلوقتي بقى اسمها بلاستوسيست, اول ما شربت مية بقى اسمها بلاستوسيست, اول ما شربت مية ايه؟ بقى اسمها بلاستوسيست. الكتلتين من الخلايا اللي انت شايفهم دول عبارة عن خلايا مصفوفة في الخارج بالمنظر ده, outer cell mass يعني خلية خارجية هي اللي هتعمل التروفوبلاست بعد كده المسؤول عن الامبلانتيشن. وفي كتلة خلايا تانية داخلية اسمها inner cell mass اللي انت شايفها دي, الانر سيل ماس دي هي المسؤولة عن تكوين الامبريو بعد كده, هي اللي هتديني الجنين بعد كده. عشان كده بنسميها the formative cell mass يعني الخلايا المشكلة اللي هتشكل الجنين بعد كده. طيب عايز تقول لنا ايه تاني يا دكتور؟ دلوقتي عايز اقولك ان البلاستوسيست زي ما انت شايف ليها two pools او قطبين, قطب ناحية الانر سيل ماس وقطب معاكس ليه. فالقطب اللي ناحية الانر سيل ماس هسميه embryonic pool, هذا البول هسميه embryonic pool, اما البول المعاكس هسميه ab-embryonic pool. ab-embryonic pool it is the opposite pool of the blastocyst. يبقى اذا علشان ما انتهشي بعد ما حصل الفيرتلايزيشن وصلنا لمرحلة الزيجوت. انا بلخص تاني العشر دقايق اللي فاتوا. مرحلة هذا الزيجوت اول ما بيتكون الزيجوت من ضمن الافرازات اللي سبيرم كان بيفرزها هي افرازات تحفز على الكليفج. طب يعني ايه كليفج؟ ده معناه الريبيتد ميتوتيك ديفيجنز عشان اكتر عدد الخلايا, عشان اكتر عدد الخلايا. برافو عليكم. فالزيجوت في اليوم الثالث, اليوم الثالث او بعد أو سوري في اليوم الاول يعني بعد 30 ساعة, بعد 30 ساعة بعد مرور يوم وكام ساعة كده من الفيرتلايزيشن يبدا عمليه الانقسامات دي وتزيد عدد الخلايا بتاعته. وهو بينقسم عمال يمشي جوه الفالوبيان تيوب بفعل الاهداب, الاهداب عماله تزقه شويه بشويه عشان توصله لليوتراين كافيتي. في اليوم الثالث بعد الفيرتلايزيشن بنصل الى مرحله الموريولا, بنصل الى مرحله ايه؟ الموريولا. والموريولا دي هتقعد تزيد في الانقسام بعد كده. وما هي الموريولا؟ هي من 12 ل 16 سيل ستيج. في اليوم الرابع بعد الفيرتلايزيشن تصل الموريولا بسلام الى اليوتيراين كافيتي. يحصل حاجتين مهمين قوي, ان الزونة باليوسيدا تختفي وان الموريولا دي تشرب مية من الاندوميتريال سيلز علشان تتغذى على المية دي. يبقى ما بقاش اسمها موريولا, بقى اسمها بلاستوسيست. المية لما دخلت جوه البلاستوسيست قسمت الخلايا الجزئين زي ما انتوا شايفين كده, جزء خارجي هو اللي هيعمل التروفوبلاست اللي هتعمل الامبلانتيشن بعد كده وهتخرم الاندوميتريال وول, ثم انر سيل ماس كتلة داخلية هي اللي هتشكل الجنين بعد كده اسمها انر سيل ماس او فورماتيف سيل ماس. ولاحظنا دلوقتي ان البلاستوسيست بقى ليها قطبين, ليها جانبين, جانب ناحية الانر سيل ماس هسميه الامبريونيك بول وجانب مواجه او معاكس هسميه الاب امبريونيك بول. كويس قوي. يبقى كده خلصنا تاني خطوة من احداث الاسبوع الاول اللي هي الامبلانتيشن. وصلنا لفين دلوقتي؟ لليوم الكام يا شباب؟ الموريولا دخلت اليوتراين كافيتي في اليوم الكام؟ الموريولا دخلت اليوتراين كافيتي في اليوم الكام؟ اليوم الرابع. برافو عليكم دكتورة سهر ودكتورة منة ودكتورة ايمان ودكتورة خلود. تمام. ثواني يا شباب, ايه الفلويد اللي بيطلع من ايه؟ ثانيه واحده, ايه بيطلع من ايه؟ ثانيه واحده. اللي دخل المورولا بيطلع من فين دكتور؟ مكتوب ان التروفوبلاست. ايوه شباب, بيطلع من جزئين, من مصدرين. المصدر الاساسي بتاعه يا دكاتره الاندوميتريال سيلز, والمصدر الثاني هو التروفوبلاست سيلز. يعني البلاستوسيست دي نفسها بتشرب ميه من بره وبيتفرز لها ميه من التروفوبلاست سيلز دي. طيب الزونة باليوسيدا بتختفي
لسببين. اولا هي مش لسببين ولا حاجة، هي كانت مش راضية تختفي وانا جوه اليوتراين تيوب علشان اخلي الخلايا كلها تنقسم جوه غلاف واحد، يعني اخلي الخلايا عمالة تنقسم وانا محوط عليها في حتة واحدة ما تتبعترش مني. الفايدة التانية ان انا امنع ان الموريال اللي عمالة تنقسم او الزايجوت اللي عمال ينقسم ده امنع من انه هو يعمل امبلانتيشن في اليوتراين تيوب. اما بعد ما اخش اليوتراين كافيتي خلاص بقى اعمل امبلانتيشن بامان، فالزونة بيلوس ده لازم تختفي عشان البلاستوسيست تقدر تعمل امبلانتيشن، وفي نفس الوقت لازم تختفي علشان الموريولا تقدر تمتص مية من اليوتراين كافيتي علشان تتغذى على المية دي. خلاص يا شباب؟ دكتورة أمنة تمام؟ دكتورة أمنة تمام. يبقى كده احنا وصلنا لليوم الرابع. العفو يا دكتورة، وصلنا لليوم الرابع. ايه بقى اليوم الرابع اللي احنا وصلنا له ده؟ ان الموريولا دخلت جوه اليوتراين كافيتي. طب وايه كمان؟ اليوم الخامس قامت شربت مية وبقى اسمها بلاستوسيست بعد ما الزونة بيليوسيدا ما اختفت وبقت جاهزة للإمبلانتيشن. يعني ايه بقى إمبلانتيشن؟ It is the embedding of the blastocyst into the uterine wall. بزرع البلاستوسيست inside جدار الرحم، بزرعها. يبقى الامبلانتيشن جاي من كلمة بلانت نبات، فامبلانتيشن معناها الغرس او الزرع، الغرس او الزرع. ماشي يا شباب؟ جميل، برافو عليكم، حلو. طيب عايز تقول لنا ايه تاني؟ نورمالي الامبلانتيشن ده بيحصل فين؟ في اني جزء؟ في السيرفكس ولا في البودي ولا في الفاندوس؟ قسمها كده بالراحة عشان ما تتلخبطش. هيحصل في البودي of the uterus. في أني وول؟ أنتيرو وول ولا بوستيرو وول؟ البوستيرو وول. في النص ولا على الجنبين؟ في النص، في الميدل لاين، من فوق قريب من الفندس. يبقى هي تركيبة كده بتتقال على بعضيها. The normal site of implantation is the posterior wall of the body of the uterus in the middle line. The posterior wall of the body of the uterus in the middle line. فوق شوية ناحية، يعني ايه قريب من الفندس كده، لكن بيحصل في البودي. MCQ تاني ينور جوه عينيك. زي ما عرفت ان الستيج اللي بتوصل لليوترين كافيتي هي الموريولا ستيج، ما هي الستيج التي يتم لها امبلانتيشن؟ يلا، ما هي الستيج التي يتم لها امبلانتيشن؟ البلاستوسيست. برافو عليكم. ايه البلاستوسيست دي؟ دي عبارة عن تو سيل ماسز وفيها كافيتي مية من جوه، بلاستوسيل. الاوتر سيل ماس اسمها تروفو بلاست، والإنر سيل ماس اسمها إنر سيل ماس أو إمبريونيك سيل ماس. طيب ليها كام بول البلاستوسيست؟ ليها تو بولز يا دكتور. القطب اللي ناحية الإنر سيل ماس بسميه الإمبريونيك بول، والقطب الآخر المعاكس هسميه ذئاب إمبريونيك بول. طب انت ليه يا دكتور بتعيد علينا المعلومتين دول؟ عشان هما دول اللي انا هستخدمهم في الإمبلانتيشن دلوقتي. زي ما قسمت الكليفج كده ل 30 ساعة ثم 72 ساعة ثم 4 أيام، وزي ما قسمت الفيرتلايزيشن هقسم سوري الامبلانتيشن دلوقتي لايام برضو. متى يعني ايه الفندس يا دكتورة دعاء؟ يعني قبة اليوترس من فوق، القبة اللي فوق، هو عامل زي الكمتراية كده، قبة الكمتراية من فوق هي اليوترس. تسلم يا علي، ما يحرمنيش منك. تمام، كلمة فندس of the uterus يعني القبة بتاعت اليوترس اللي فوق. تمام، حلو. دكتور عبد الرحمن فين؟ متواجد ولا اختفى؟ دكتور عبد الرحمن انت متواجد ام اختفيت؟ دكتور عبد الرحمن الدكتور، لا الصورة اللي في الكتاب يا دكتور سعيد صورة ثنائية الابعاد، ما تغلطش في الكتاب، ما توديليش في داية. صورة ثنائية الابعاد، فالبوستيريور وول قدامك فوق باين كأنها في البتاع، يعني كأنها في الفندس، لكن هو لو ثلاثي الابعاد هتلاقيها مش في الفندس خالص، هتلاقيها في البوستيريور وول في البودي. ماشي يا دكتور سعيد. يا دكتور عبد الرحمن انت رحت فين؟ هو مشي ولا ايه يا ولاد؟ استنى كده اما ادور عليه. دكتور عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن، عبد الرحمن، عبد الرحمن. قلبي قلبي، ايه ده، هو زعل ومشي ولا ايه؟ دكتور عبد الرحمن انت كنت عايز تعرف هو اليوم كام بالظبط، زعلت مني ومشيت؟ يا دكتور عبد الرحمن، يعني انت كنت داخل المحاضره عشان تعرف المعلومه دي بس؟ طيب ما علينا.
اصل خلاص السؤال اللي هو كان عايز اساله هيجي اهو، كان بيقول لي بيحصل امبلانتيشن للبلاستوسيست امتى بالظبط يا دكتور؟ شكله كان سؤال تعبه جامد يعني. طيب بصوا بقى يا شباب، سيكس داي. ليه يا دكتوره ايه زعلانه ليه؟ ما اقدرش على زعلك، ما اقدرش على زعلك والله. انت ما دخلتيش متاخر على فكره، انت لسه داخله دلوقتي. ان شاء الله ما تقلقيش، انا اتفقت مع اداره الموقع ان انا يعني هسرق منهم التسجيل ده ان شاء الله، فيعني ربنا يستر وما تسجنش انا يعني بعد كده. هديكوا التسجيل صوت وصوره خلاص ما تقلقوش. يا جماعه انا لقيت 220 واحد داخل، فالموقع يعني ذوقيا وادبا واخلاقيا منه انا مبسوط بيهم على فكره. يعني هما ان هما ما عملولكوش خروج، يعني هما سابوا الدنيا وقطعوا عليكم الصوت بس. والحمد لله ان انا اللي اتصرفت من نفسي ولحقنا الموضوع يعني. انا نفسي ما كنتش عارف ادخل يعني. كان بيقول لي في 200 واحد جوه تدخل تعمل ايه؟ فيعني الحمد لله انا عرفت ادخل يعني، عشان كده قلت لكم على الفيسبوك اطلعوا دخلوني الاول عشان اتصرف والحق اسجل المحاضره واعمل اي حاجه. بص يا شباب، اليوم السادس افتر فيرتلايزيشن هو ده بدايه الامبلانتيشن. يبقى احنا مشينا كده بالراحه، بعد الفيرتلايزيشن ب 30 ساعه بدا الكليفج، وصلنا للموريولا في اليوم الثالث، الموريولا دخلت اليوتراين كافيتي في اليوم الرابع، اتنفخت بالميه وبقى اسمها بلاستوسيست والزونه بليوس ده اختفت في اليوم الخامس. يبدا الامبلانتيشن في اليوم الكام؟ يبدا الامبلانتيشن في اليوم الكام؟ في اليوم السادس. برافو عليكم، تمام. طيب لما يبدا الامبلانتيشن بقى في اليوم السادس ماذا سنفعل؟ التروفوبلاست. هي ايه التروفوبلاست دي؟ فكروني كده، دي كانت الاوتر سيل ماس ولا الانر سيل ماس؟ التروفوبلاست كانت اني سيلز، اللي بره ولا اللي جوه؟ كانت اللي بره، اللي هي لفه داير ما يدور حوالين البلاستوسيست. برافو عليكم. التروفوبلاست اوفر ذا امبريونيك بول بس. عرفتوا ليه انا في اول السلايد قعدت اسالكم اني بول دي اسمها ايه ودي اسمها ايه؟ عشان نعرف ان التروفوبلاست اللي عند الامبريونيك بول بس هو اللي هيبدا يلزق على اليوتراين وول. اول ما يبدا يلزق على اليوتراين وول هيبدا ستارت تو ايرود ذا اندوميتريوم. تو ايرود يعني يقرضه كده، يقرضه. لو اتفرجتوا على عوكل هيقرضه، يبدا يقرض الاندوميتريوم. ثم بعد ذلك كل البلاستوسيست هتبدا تعمل بنتريشن وتدخل وراه على طول. يبقى مين اللي بيعمل الايروجن او ذا اندوميتريوم؟ التروفوبلاست يا دكتور. التروفوبلاست كله يا دكاتره ولا التروفوبلاست اللي عند الامبريونيك بول بس؟ التروفوبلاست اللي عند الامبريونيك بول بس يا شباب. هو اول ما بيلتصق يا دكتور علي يعني بيلمس الجدار، يبدا يقرضه بقى، يقعد يفرز انزيمات وحاجات، يقعد يحفر، يقعد ياكله، بيحلله، بيهضمه، بيحفره، بيخرمه باي حاجه يعني. ما علينا، اهو بصوا 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 الصوره دي. الصوره طلعت ولا ما طلعتش؟ شايفين الصوره؟ شايفين الصوره؟ اللي باللون الاخضر ده هو التروفوبلاست صح، واللي باللون الازرق جوه ده كان هو الانر سيل ماس صح، وكانت دي الامبريونيك بول وكانت دي الاب امبريونيك بول. التروفوبلاست سيلز اللي هي لونها اخضر دي اول ما لمست جدار الرحم قامت بدات تاكل فيه. بس كده؟ لا مش بس كده، دي فظيعه ومفتريه. بدات تبروليفريت، بدات تتكاثر، عماله تخش جوه كانها بتمد صوابعها جوه الاندوميتريوم، كانها بتمد صوابعها جوه الاندوميتريوم. فبعد ما بتعمل بروليفريشن جامد قوي وتتكاثر هتنقسم لتو لايرز، طبقه اخضر فاتح وطبقه اخضر غامق. الفرق بين الطبقتين ايه؟ ان الطبقه الاخضر الفاتح عباره عن نيوكلياي، بروتوبلازم جواه نيوكلياي، مش شايف جدران خلايا موحده فاصله الخلايا عن بعضها، فسميتها سينسيتيو تروفوبلاست لاير. سينسيتيو تروفوبلاست لاير يعني عباره عن شويه نيوكلياي كده متجمعه جوه بروتوبلازم، لكن مفيش جدران خلايا تفصل كل خلايا عن التانيه. اما اللاير التانيه اسمها سايتو تروفوبلاست. سايتو يعني سيلولار لاير. يعني ايه سيلولار لاير؟ يعني خلايا ليها ويل ديفايند وولز، ليها ويل ديفايند وولز، يعني كل خليه ليها نيوكلياس بتاعتها مفصوله عن الخليه اللي جنبها بالجدار بتاعها، كل خليه ليها نيوكلياس بتاعتها مفصوله عن الخليه الثانيه بالجدار بتاعها، وهكذا.
فاسمها cytotrophoblast. يبقى إذن من المسؤول عن الإروجن of the endometrium؟ عشان ما انتهش التروفوبلاست سيلز يا دكتور. والتروفوبلاست سيلز دي اللي موجودة عند الإمبريونيك بول ولا الأب إمبريونيك بول؟ لا، اللي موجودة عند الإمبريونيك بول. إمتى تبدأ الإروجن؟ أول ما تلمس اليوتراين وول. سبحان الله العظيم، أول ما بتلمس اليوتراين وول بتعرف إن واجب عليها إنها تحفر وتخش جوه اليوتراين وول دي، تقوم تبدأ تعمل إروجن وتتكاثر كأنها بتمد صوابعها جوه الإندوميتريوم ده. وهي بتخرم الإندوميتريوم وبتقرضه وبتدوبه بتتكاثر في نفس الوقت، فتعمل لي طبقتين من الخلايا. طبقة عبارة عن نيوكلياي ومفيش جدران خلايا جنبها فصلها عن بعضها فهسميها سينسيتيو تروفوبلاست لير، وطبقة تانية هي عبارة عن تروفوبلاستيك سيلز مفصولة عن بعضها بجدران ويل ديفايند وولز هسميها سايتو تروفوبلاستيك سيلز. طيب ده في اليوم السادس after fertilization، يعني السادس والسابع والثامن. ثم فينك يا دكتور عبد الرحمن؟ ninth day after fertilization، اليوم التاسع. يعني احنا دخلنا في الاسبوع التاني واحنا مش واخدين بالنا، بس لازم نكمل المعلومة. ما ينفعش اقولك بخ كده واشوفك الاسبوع الجاي في الاسبوع التاني واقولك ايه اللي هيحصل. طالما بدأنا implantation يبقى نخلصه للاخر. خلاص؟ دكتورة منا، احنا هنعرف البيبي هيحصل له ايه بعد شوية. ما هو بيخش جوه الاندوميتريوم وعين بيكبر معاه، بس لازم ادخله جوه الاول عشان يتغذى وينمو. لما حجمه هيكبر هيطلع بره اليوترين كافيتي، يعني هنعرفها لما ناخد البلاسينتا. لا اصل دكتور عبد الرحمن سألني سؤال وانا قلت له اجله شوية ومش هجاوبك عليه دلوقتي، فيعني حسيت انه اتصدم، فكل شوية بنادى عليه عشان دي اجابة السؤال بتاعته. ساعتها قال لي البلاستوسيست بيحصل لها امبلانتيشن امتى بالظبط يا دكتور؟ فانا هنا بقول له the blastocyst is completely implanted في اليوم الكام يا دكاترة؟ التاسع after fertilization. بص كده يا شباب، بص ايه اللي حصل، دخلت جوه الاندوميتريوم خالص في اليوم التاسع. طب والفتحة اللي انا فتحتها في الاندوميتريوم، الخرم اللي خرمته في الجدار ده، دكتور عبد الرحمن الحمد لله على السلامة كويس انك موجود، الخرم اللي انا خرمته في الجدار ده بقى اعمل فيه ايه؟ The site of implantation is closed by a fibrin clot. كأنه كده جرح وبيلتئم، كأنه جرح وبيلتئم، تمام؟ هيتقفل بكواجوليشن بلاد او بفايبرين كلوت، يعني بمادة من مواد التجلط، كأنك بالظبط بتتعور وبعد كده الدم بيتكتم بسبب ان فيه تجلط بيحصل في التعويرة دي. حلو قوي، لذيذ الامبلانتيشن صح؟ خلي بالك بقى. طب انت يا دكتور قلت لنا اليوم السادس واليوم التاسع وبتشرح لنا النهاردة الاسبوع الاول، فانا لازم يعني علشان المصداقية بتاعت عنوان الدرس النهاردة ان دي احداث اليوم الاسبوع الاول، لازم اقول لك ان by the end of the first week، خلي بالك يا دكتور، اخر يوم في الاسبوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو اليوم السابع. دكتورة نور ان شاء الله التسجيل هيبقى متاح صوت وصورة، وانا اخدت اذن وبرميشن من الموقع، بس يعني قالوا لي ما تتعودش على كده، بس هم اتخضوا يعني زي ما انتوا شايفين اما لقوا 200 واحد داخلين و150 و157 قالوا الدكتور ده شكله باين عليه جامد فمش عايزين نخسره، فقالوا لي سجلها يا دكتور. هم بيقدموا السبت عشان يلاقوا الحد بعد كده، بس ما علينا مش هعبرهم برضو. بص يا شباب، فدكتورة نور ان شاء الله اللينك التسجيل اول ما يخلص هينزلك على الجروب ان شاء الله وتسمعيه، علشان بس حبل افكاري ما يضيعش. انا لما اخلص الامبلانتيشن خالص هلخصه، اتفقنا؟ كل ما بخلص جزء بلخصه. By the end of the first week، يعني اليوم السابع اللي هو بقى نهاية الدرس بتاعنا النهاردة اصلا اللي هو سبعة ايام بعد الفيرتلايزيشن، البلاستوسيست is implanted superficially. واخد بالك يا دكتور عبد الرحمن؟ superficially يعني هي implanted بس لسه superficial، ما تردمش عليها لسه. And getting its nourishment من الإيروديد إندوميتريوم، يعني كل ما الإندوميتريوم ده ما يدوب تقوم هي واخدة الغذاء بتاعها منه وتشفط منه مية، كل ما إندوميتريوم يدوب تقوم شفطة منه مية وتاخد الغذاء بتاعها. يبقى احنا كده قسمنا الإمبلانتيشن لتلات حاجات أساسية. اليوم السادس after fertilization هو بداية الإمبلانتيشن، بداية الإروجن of the إندوميتريوم. اليوم السابع
البلاستوسيست بقت سوبرفيشالي امبيدد، اما في اليوم التاسع البلاستوسيست بقت كومبليتلي امبيدد. سهله كده شباب، يبقى 6 7 9 زي السينما كده. 6 بدايه الاروجن، 7 بقت امبيدد سوبرفيشالي، 9 بقت كومبليت امبيدنج، وبقفل الفتحه اللي انا فتحتها بكواجوليشن بلاج. تمام، واخدين بالكم ان في حاجه غريبه في الصوره دي ولا مش واخدين؟ بصوا يا شباب الفتحه صغيره ازاي. اليوم الثامن يا دكتور بهاء بكمل عادي الدخول، بكمل غزو الاندوميتريوم عادي، ما بيحصلش فيه حاجه ذات اهميه يعني. بص يا شباب انا ملاحظ ايه، ملاحظ ان ان فتحه الخليه اللي اتفتحت الاول في الاندوميتريوم كانت صغيره قوي. ما هو كان مين اللي بيخرم؟ دي كانت بلاستوسيست، حاجه كده لا ترى بالعين مجرده، وانا بدخل جوه الاندوميتريوم عمال اكبر عمال اكبر عمال اكبر، فتلاقوا فتحه الاندوميتريوم صغيره رغم ان الخليه جوه كبرت. يبقى كله بيحصل مع بعض ولا لا؟ فاكرين المحاضره اللي فاتت لما قلت لك يا دكتور ان الاوفيريان سايكل ماشيه هاند ان هاند مع اليوتيراين سايكل؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ الدورتين كانوا ماشيين مع بعض صح؟ برافو عليكم. هنا برضو انا بعمل ايروجن في الاندوميتريوم ومع ذلك انا كبلاستوسيست عمال انقسم. يعني انا مش واقف عمال اعمل ايروجن وخلاص، لا انا عمال انقسم من جوه، وزي ما انت شايف اتقسمت لحاجات هنعرفها الاسبوع الجاي ان شاء الله والمحاضره الجايه. يعني ما بقتش بس انر سيل ماس وتروفو بلاست، لا ده اتكون جواها كافيتز وحاجات وترصد فيها خلايا وحاجات حلوه كده. دكتوره مريم البليدنج اللي بينتج عن طريق البنتريشن اوف ذا موريولا لا يكاد يذكر، بتبقى نقط او حاجه وما بتنزلش يعني ما بتبانش. تمام، لان اروجن بيبقى محسوب مش مجرد ان انا بحفر في الجدار وخلاص، لا بيبقى اروجن محسوب وبيبقى كميه بليدنج قليله قوي، لان البلاستوسيست دي بص الاكشوال سايز بتاعها، بصوا الاكشوال سايز بتاعها يا شباب، شايفين النقطه السوداء اللي فوق دي ولا مش شايفينها اللي انا بشاور عليها بالسهم دي؟ شايفينها؟ ده حجم البلاستوسيست. يعني بتتشاب السونار بالعافيه، يعني حاجه لا ترى بالعين مجرد. ماشي يا شباب. طيب قبل ما اتكلم على الابنورمال سايتس اوف امبلانتيشن نحكي الحكايه تاني بسرعه في 3 دقائق. الاسبوع الاول يا شباب بدا بايه؟ بدا بالفيرتلايزيشن. حلو، الفيرتلايزيشن ده كان ايه خطواته؟ كان في بريباراتوري ستيبس وكان في اكتوال ستيبس. بريباراتوري ستيبس كان فيها السبرم كاباسيتيشن وكان فيها الاكروسومال رياكشن. الاكتوال ستيبس كان فيها ان انا لازم اخترق الكورونا رادياتا ثم الزونا بيليوسيدا ثم اعمل اتحاد مع الفيميل اوسايت. حلو، بعد ما تكون الزايجوت عندي الخطوة الثانية كان اسمها الكليفج. الكليفج ده زي ما اتفقنا بدأ 30 ساعة بعد الفيرتلايزيشن، وصل لمرحلة الموريولا في اليوم الثالث بعد الفيرتلايزيشن، دخل اليوتراين كافيتي في اليوم الرابع بعد الفيرتلايزيشن، شرب مية بقى اسمه بلاستوسيست. البلاستوسيست كبرت وعملت لي 2 سيل ماسز، تروفو بلاست بره وانر سيل ماس جوه. تمام، في اليوم الخامس طبعا بدات تتنفخ ويحصل لها الحاجات اللي انا بقولها دي، والزونا بيليوسيدا بدات تختفي. اول ما الزونا بيليوسيدا اختفت التروفو بلاست سيلز تقول لك بس يا معلم السجن اللي كان حابسني اتكسر، وروني الاندوميتريوم فين عايز اكله. تقوم واصله للاندوميتريوم، اول ما تعمل تاتش للاندوميتريوم في اليوم السادس تبدا الامبلانتيشن بانها تعمل اروجن في الاندوميتريوم وتنقسم وتديني طبقتين، سنسيتيو تروفو بلاست بره وسايتو تروفو بلاست جوه. حلو، وفي اثناء ذلك البلاستوسيست عماله تتسحب وراها وتزرع نفسها جوه الاندوميتريوم وعماله تتغذى على الاندوميتريوم اللي عمال يتكسر ده. في اليوم السابع يبقى في سوبرفيشال امبيدنج او امبلانتيشن، في اليوم التاسع يعني دخلت خلاص في الاسبوع الثاني هيبقى كومبليت implantation. عشان كده بقول لك البلاستوسيست بعد ما بقت completely implanted حصل فيها تغيرات انا هحكيها مع الاسبوع الثاني لسه، اللي هو الخلايا اترتبت جوه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده وبقى فيه 2 cavities مش cavity واحد وهكذا. طب ليه يا دكتور الاسبوع الثاني احداثه بدات
وانا لسه بشرح في الامبلانتيشن، لان الامبلانتيشن لا يكتمل يا دكتور الا في اليوم التاسع افتر فيلترايزيشن، يعني انا اوريدي خدت يومين من الاسبوع الثاني، فطبيعي جدا ان البلاستوسيست شكلها يتغير بالمنظر ده ويبقى فيها الخلايا مترتبه بطريقه مختلفه. طيب اللي كان عايز نلخص اديني لخصت. What are the abnormal sites of implantation؟ ارجع افكركم تاني ان النورمال سايت اوف امبلانتيشن هو البودي اوف ذا يوترس، البوستيريور وول في الميدل لاين، عفوا يا دكاتره، البودي اوف ذا يوترس البوستيريور وول في الميدل لاين. What are the abnormal sites of implantation؟ نفس المايند ماب اللي انا هخنقكم بيها دي، طول ما انتوا هتناموا تحلموا بالقوسين دول، يعني انا هنايمكم تحلموا بالقوسين دول اللي هو القوس اللي فوق والقوس اللي تحت ده. Abnormal sites of implantation، اولا intrauterine abnormal site. ايه ده؟ هو ممكن يبقى جوه اليوترس وابنورمال؟ طبعا. انت من ساعة ما خدت الخمسة جنيه يا حسام وانت محدش عارف يكلمك، وما بنخافش بقى وبتاع، اما نشوف في الميد تيرم هنعمل ايه، نشد حيلنا بس. انا مسامح في الخمسة جنيه على فكرة، ما تقلقش يعني. هي وصلت لك صحيح؟ ما انت ما جيتش، طب انا كنت موجود في المشرحة انت اللي ما شفتكش، ما اعرفش اتكسفت تيجي ولا ايه مش عارف. طب كويس ان دكتور مروان وصلها لك وما كلهاش عليك. طيب The intrauterine abnormal site يعني ده الامبلانتيشن في اللور يوتراين سيجمنت، يعني تحت في اللور يوتراين سيجمنت فيري كلوز تو ذا سيرفكس. هو يا اولاد مش انا قلت لكم ان نورمال سايت اوف امبلانتيشن هو البودي اوف ذا يوترس بس من فوق قريب من الفندس في البوستيرو وفي الميدل لاين، صح ولا غلط؟ This is called the upper uterine segment. طب لو حصل ان الامبلانتيشن حصل تحت في اللور يوتراين سيجمنت، ساعتها هسميها بلاسينتا بريفيا. بلاسينتا بريفيا يعني مشيمة سابقة البيبي. يعني ايه مشيمة سابقة البيبي؟ يعني المشيمة تحت، مشيمة تحت، لما يجي البيبي يتولد تلاقي المشيمة اللي نزلك الاول، البلاسينتا اللي تلاقيها نزل الاول، ده مش طبيعي، ولا قدر الله ممكن في خلال التسع شهور يحصل فيها نزيف وحاجات كده، البلاسينتا لازم تبقى فوق بعيد عن السيرفكس. فقسموا البلاسينتا دي لثلاث انواع، قالك والله it may be بلاسينتا بريفيا لاتراليس، يعني مجرد انها لو لاينج بلاسينتا وخلاص والبيبي بيكمل والحمل بيمشي وزي الفل مفيش مشكله. غالبا يا دكتور محمد بيتولد قيصري، بس ساعات ربنا بيسهل ولما الرحم بيكبر لفوق بيقوم شادد البلاسينتا معاه لفوق وبتعدي على خير يعني. فقال لك ممكن تبقى بالمنظر ده، انها موجوده تحت بس مش واصله للسيرفكس، فبنسميها بلاسينتا بريفيا لاتيراليس لانها جاست اباف ذا انترنال اوس، بعيد عن فتحه السيرفكس خالص. طيب النوع التاني اسمه بلاسينتا بريفيا مارجيناليس، يعني بارشال بلاسينتا بريفيا، بارشال يعني لمسة المارجنز بتاعت الانترنال اس، بارشالي كفرز ذا انترنال اس، عشان ممكن تقروا من كتب تانية تلاقيه مسميها بارشال بلاسينتا بريفيا. اخر حاجة اسمها توتال بلاسينتا بريفيا او بلاسينتا بريفيا سنتراليس متسنترة، خدت كل الانترنال اس، وده اقصى انواع البلاسينتا بريفيا. برافو عليك يا اواصرمي يا دكتور علي، برافو عليك. بص كده المستطيل اللي طلع ده، خدتوا بالكم من المستطيل اللي طلع ده؟ والله قلبي حاسس بيكو. هو تعريف مش موجود في الكتاب بس محتاجينه، صح؟ المستطيل طلع ولا ما طلعش يا دكتوره هاجر؟ انا طلعت مستطيل اهو، طلع ولا ما طلعش؟ What is inside the مستطيل؟ Internal os means the opening of the cervix into the body of the uterus. يعني دي عنق الرحم يا دكاتره، ليها فتحة خارجية على الفاجينا بتفتح في المهبل، وليها فتحة داخلية تفتح على اليوترس، يبقى عنق الرحم دي ليها فتحتين، external os بتفتح على الفاجينا على المهبل تحت، و internal os بتفتح على اليوترين كافيتي من فوق. فكلمة internal os معناها the opening of the cervix into the body of the uterus، بس كده. هما بيستهبلوا، بدل ما يقولك opening يقولك انا لسه اقول كلمة opening قول os وخلاص. ماشي؟ في حد فيكم اسمه اسامه ندلعه نقول له يا اس؟ هو حسام بيتقال له يا حس، بس صعب ان احنا نقول له يا اس، يعني هو الراجل اسمه حسام مش اسام يعني. ما علينا، خلاص يا شباب، يعني
خدتوا بالكم انا كنت حاسس بيكم ازاي؟ طلع لي دكتور علي على طول، ايه القص دي يا دكتور؟ انا كاتب لك اهو الحمد لله ان بي، ان خلي بالك انترنال قص، ان انا اللي انا عمال اذكرها لك في المربع دي معناها فتحه السيرفكس انتو ذا يوترس. يبقى السيرفكس ليها كام قص يا شباب؟ ليها انترنال قص على اليوتراين كافيتي من جوه، واكسترنال قص على الفاجينا من بره او من تحت. اوكي حلو قوي، جميل جميل جدا. ودكتور علي الحمد لله كبر الفونت ومبسوط. ماشي، طب ده كان الانترا يوتراين، هل في ابنورمال سايتس تانية؟ اكسترا يوتراين خارج الرحم. قد يكون الاكسترا يوتراين ده في تيوب، يبقى اسمه تيوبال بريجنانسي، يعني حمل خارج الرحم في انبوبة اليوتراين تيوب او الفالوبيان تيوب زي ما انت شايف. ممكن يبقى في الانفانديبولر فهسميه انفانديبولر بريجنانسي، ممكن يبقى في الامبولا فهسميه امبولر بريجنانسي، ممكن يبقى في الاثموس فهسميه اثمال بريجنانسي، او في الانترستيشيال بارت فهسميه انترستيشيال بريجنانسي. كل ده اسمه تيوبال بريجنانسي، وراح دماغك كل ده اسمه ايه؟ تيوبال بريجنانسي، بيتغير اسمه حسب تغير المكان اللي هو موجود فيه بتاع البارت بتاع الفالوبيان تيوب. حلو. ممكن يبقى ابدومينال بريجنانسي، يبقى مرمي في البطن كده، يا اما في الغشاء البريتوني في البريتونيوم او في الابدومينال كافيتي كده. قبل ما تسالوني ازاي يا دكتور يبقى ابدومينال، يا دكتور ازاي يا دكتور يبقى ابدومينال؟ مش الزايجوت، مش الفيرتلايزيشن بيحصل هنا؟ معايا ولا مش معايا؟ مش الفيرتلايزيشن بيحصل هنا يا دكاتره؟ الفيرتلايزيشن بيحصل هنا، يعني في اللاترال ثيرد اوف ذا فالوبيان تيوب. الزايجوت وهو بينقسم بيحصل له ايه؟ بيقعد يتدحرج 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 كده عشان يخش اليوتراين كافيتي، صح؟ بالفعل بتاع مين؟ بالفعل بتاع السيليا بتاعه الايه؟ اليوتراين تيوب. تمام، يعني منتهى البساطه. لا دكتوره سلمى، طالما في صوره في الكتاب فيها الاسامي عادي، دي سهله، انفانديبولر امبولا اسموس انترستيشيال، يعني عادي يعني. تمام، مش صعبه يعني. دي اجزاء الفالوبيان تيوب، الجزء الخارجي اسمه انفانديبولا، الجزء الواسع اسمه امبولا، الجزء الضيق اسمه اسموس يعني خنيقه، والجزء اللي جوه الرحم اسمه انترستيشيال. بس ماشي، نرجع لكلامنا تاني. يعني بدل ما الموريولا وهي بتنقسم او الزايجوت وهي ماشيه كده بتبقى في مشاكل في الاهداب بتاعه اليوتراين تيوب، وبيبقى في التصاقات والتهابات وبتاع، فتلاقي مش عارف يخش لجوه فيتاخر في الدخول لجوه، فالزونه باليوسيدا تختفي في ميعادها في اليوم الخامس، والباشا لسه ما دخلش جوه، يقوم راشق في التيوب. يقوم راشق فين؟ في التيوب. ايوه يا اولاد، كل اللي مكتوب في الـ في الـ في الكتاب انتم مطالبين بيه. طيب النوع بقى بتاع الابدومينال ده، السيليا بدل ما بتدخله جوه بتغلط او بيحصل مشكله معينه فما بيعرفش يدخل جوه فبيقع، فبيتحط يبقى في الابدومين. النوع الثالث اوفيريان بريجنانسي، ممكن جدا اصلا تفضل الاوسايت في الاوفري والسبرمز هي اللي تجي لها هنا، ممكن برضو يطلع للتيوب وما يعرفش يكمل يقع يجي هنا. ممكن جدا البويضه تفضل محبوسه في اليوتراين تيوب في مكان معين، ما تروحش للانفانديبولا او في مكان الاخصاب، والسبرمز عماله تتسحب بالريسبتورز وبالانزيمات وبالكيميكال سيجنلز وتيجي تعمل لها فيرتلايزيشن هنا، فيحصل الحاجات دي. طيب ماشي يا شباب، يبقى اذا في بقى حط ملحوظه عندك كده، ان الابنورمال سايت اوف امبلانتيشن ممكن تبقى انترا يوتراين. انترا يوتراين يعني تبقى في اللور يوتراين سيجمنت، بسميها بلاسينتا بريفيو. وممكن تحصل، لا لسه هجاوبك حالا يا دكتوره اسيا، برضه هيطلع لك مستطيل مخصوص عشانك اهو، عشان ما تزعليش اهو. ايه رايكم في المستطيل ده؟ توافق افكار رهيب، الحمد لله ان الواحد يعني فاهم انتوا بتبقوا عايزين ايه بالظبط، فبيظبط لكم الدنيا. الانترا يوتراين يا شباب، الانترا يوتراين ممكن يبقى لور سيجمنت، يبقى بنسميه بلاسينتا بريفيا، وممكن يبقى في السيرفكس فهسميه سيرفايكال برضه، فده abnormal. يبقى inside the uterus ممكن يبقى في اللور سيجمنت او في السيرفكس. تمام، الانترستيشيال يا دكتور بهاء ده معناها انه في جدار الرحم نفسه، يعني جوه العضلات، يعني مش في الاندوميتريوم، ومعناها انه هو في اخر حته للفالوبيان تيوب برضه، يعني هو بنعتبره ليه مش جوه اليوتراين كافيتي؟ لانه في جدار الرحم نفسه، في جدار العضلات نفسه، انترستيشيال في العضلات نفسها.
انما الانترايوتراين انه يكون جوه الكافيتي زي السيرفايكال وزي البلاسنتا بريفيا. ماشي اوكي تمام. قال لك بقى الاكتوبيك بريجنانسي ده اللي هو خارج الرحم ده كانت ريتش ذا فول تيرم يا دكتوره امنه. تقريبا دكتوره امنه ولا مين اللي سال؟ بيكمل يا دكتور هو راح فين السؤال بتاع بيكمل يا دكتور معلش عشان عندي زهايمر. دكتوره اسيا تمام ماشي يا شباب. فقال لك ان هو ما بيوصلش للفول تيرم علشان حاجتين مهمين جدا. ان اديكويت نيوتريشن هو بيتغذى منين البلاستوسيست وهي عماله داخله تحفر كده في الاندوميتري بتتغذى منين؟ مش بتتغذى من الاندوميتريوم؟ طب الاماكن اللي بره دي ما فيهاش اندوميتريوم ولا فيها غدد كفايه ولا فيها فلويد كفايه فمش هيلاقي غذاء كامل. وفي نفس الوقت ذا ويك امبلانتيشن سايت يعني اللي جوه التيوب ده جدار الفالوبيان تيوب لا يقارن ابدا بجدار الرحم فيفرقع اول ما تكبر البلاستوسيست وتكبر شويه تقوم فرقعه على طول. الاوفر الجدار بتاعه عمره ما يكون فيه عضلات اصلا عشان يتقارن بجدار الرحم وهكذا. كلمه اكتوبيك يعني خارج مكانه الطبيعي. كلمه اكتوبيك بريجنانسي معناها خارج مكانه الطبيعي يعني ممكن على مستواكم كده يا شباب تفتحوا قوسين وتقولوا ان الاكسترا يوتراين معناها اكتوبيك بريجنانسي. اكسترا يوتراين بريجنانسي معناها اكتوبيك بريجنانسي. طب اتقال انه ممكن يبقى في الانتستين ازاي بقى؟ ما هو في الابدومن يا دكتور محمد مجدي. يا ابدومينال دي يعني في اي حته. هو اليوترس والفالوبيان تيوبس مش في البلفس؟ في البلفس ولا مش في البلفس؟ في البلفس ولا مش في البلفس؟ الجينيتال سيستم كله في البلفس. طب ما انت عندك الامعاء كلها تحت في البلفس صح؟ فاول ما هنط في الابدومين هلاقي امعاء قدامي سهله جدا. مش هيدخل يا دكتور محمد جوه، هيبقى على جدارها من بره، هيلزق عليها من بره. وممكن لو عمل ايروجن يخرمها برضه، بس يعني الحاجات دي بتبقى نادره قوي يعني. بلاش فسافيس، ما تزعلونيش، ما بحبش الفسافيس. انا ما بحبش الفسافيس، ركزوا في اللي قدامكم ده وخلاص. تمام؟ طيب، في حد زمنا سأل، قال لك ايه الفرق بين الانترستيشال والبريتونيال؟ الرحم يا شباب واعضاء البطن كلها لما تدرسوها في الابدومن والبلفس السنه الجايه ان شاء الله هتعرفوا انها متغلفه بمنديل البطن. منديل البطن ده معناها بريتونيوم. معناها ايه؟ بريتونيوم. يعني غشاء اللي هو منديل البطن. فانا هنا عامل امبلانتيشن في البريتونيوم نفسه لكن ما دخلتش جوه العضلات بتاعه الرحم. لكن انترستيشال هنا انا خرمت زياده عن اللزوم لدرجه ان انا دخلت في عضلات الرحم نفسها. فبقى اسمي انترستيشال. تمام؟ اوكي. اخيرا what is the decidua؟ حد يقول لي بقى ما هي الديسيدوه؟ الديسيدوه اخر حاجه هقولها وكده الاسبوع الاول خلص. انت عايز الاسبوع التاني كمان؟ والله كنت هديكوا الاسبوع التاني كمان بس قلت هيبقى كتير عليكوا قوي. هناخد الاسبوع التاني في نص الاسبوع مش دلوقتي، احنا هنقعد نشرح امبريولوجي طول الليل. انتوا مش عارفين يعني ايه ديسيدوه؟ طيب. كلمة ديسيدوا معناها اندوميتريوم بتاع الرحم. برافو يا دكتورة ليلى. جدار الرحم بعد الحمل، يعني ممكن نقول الاندوميتريوم مش الجدار كله، الاندوميتريوم. ودكتورة أميرة برافو عليكي برضه. يبقى هو ذا اندوميتريوم اوف ذا بريجنانت يوترس. ذا اندوميتريوم اوف ذا بريجنانت يوترس. طب سميناه ديسيدوا ليه؟ قال لك باللاتيني كلمة ديسيدوا دي معناها الحاجة اللي بتنفصل. معناها ايه؟ الحاجة التي تنفصل. ماشي يا شباب؟ الحاجة اللي بتنفصل. حلو. ماشي. طب وسمينا الاندوميتريوم بتاع البريجنانت يوترس حاجة بتنفصل ليه؟ لأنه مع الولادة إن شاء الله ومع استخراج المشيمة بعد ما البيبي ما يتولد إن شاء الله الاندوميتريوم ده كله بيقع وبيخرج عن طريق دم النفاس اللي بيحصل بعد الولادة. يقول لك الست دي لسه والدة، ده حتى لسه نفسة. يعني إيه لسه نفسة؟ يعني لسه نازل عليها البليدنج بتاع النفاس. بليدنج النفاس ده هو الاندوميتريوم بتاع الحمل. هو ده بقى يا دكتور حسام.
يختلف عن دم الحيض العادي. دم الحيض العادي ده الاندوميتريوم بتاع الشهر اللي ما حصلش فيه بريجنانسي ولا حصل فيه بقى مشيمه ولا حصل فيه حاجه، علشان كده مدته بتبقى اطول من مده المنستريشن العادي. المنستريشن العادي بيقعد البليدنج من 3 ل 5 ايام، صح؟ فاكرين الفيميل سايكل ولا نسيناها؟ ده ممكن يقعد لحد 40 يوم بليدنج، او يعني سوري يعني حد شهر اسبوعين ثلاثه على حسب بقى، تمام؟ لان ده بينزل اندوميتريوم متغذي قاعد 9 شهور عمال يتغذى بالبروجسترون وعمال يتنفخ، فبيبقى كميته كبيره. فاحنا سميناها ديسيدوا ليه؟ علشان هي الاندوميتريوم بتاع البريجننت يوترس. كلمه جرافيد اندوميتريوم يعني الاندوميتريوم الحامل، يعني كلمه جرافيد اندوميتريوم يعني اما تقول مثلا فلانه دي برايمي جرافيدا يعني اول مره تحمل، سكندري جرافيدا يعني تاني مره تحمل، تمام؟ ماشي. فاحنا عرفنا ان اهي كده السلايد هتظهر تاني. لا البلاسنتا يا شباب بتتفصل عن الاندوميتريا مع الولاده، لازم ما اسيبش المريضه الا لما انزل المشيمه، ما ينفعش اسيب المشيمه في بطنها واقول لها انت كده بقيتي كويسه. دكتور علي بينزل بعد الولاده، بعد الولاده مش مع الولاده، يعني مجرد ما المشيمه تنفصل والبيبي يتولد بيفضل اليوترس يعمل بليدنج بقى اللي هو دم النفاس. خلاص؟ طيب اهم حاجه بقى، اهم حاجه ان بعد الفيرتلايزيشن عايز افكركم بحاجه. فاكرين السكريتوري فيز بتاع اليوتراين سايكل كان مسؤول عنه البروجسترون اللي بيطلع منين؟ اظن دي المحاضره اللي فاتت بقى، مالكوش حجه. سكريتوري فيز اوف ذا اندوميتريوم كان مسؤول عنه البروجسترون اللي طالع من، برافو يا دكتور علي، جسم اصف. واكمل انا الكوربس ليوتيم يعني الجسم الاصفر، ماشي. فقال لك بقى لو حصل فيرتلايزيشن كان الكوربس ليوتيم بيكمل، صح ولا كان بيموت؟ لو حصل فيرتلايزيشن كان بيحصل، كان بيكمل ويقعد يفرز في البروجسترون، تقعد بقى الاندوميتريوم تتنفخ تتنفخ عشان تتأهل لاستقبال البيبي اللي جاي يزرع نفسه فيها، صح؟ بتتأهل ازاي بقى؟ الخطوتين هو الديسيد والرياكشن. ده كلمة ديسيد والرياكشن معناها السكريتوري فيز بس زيادة شوية. اليوتراين جلاندز هتتملى بالسكريشنز، هتتنفخ بالسكريشنز، والستروما سيلز او الخلايا بتاعت الاندوميتريوم هتبقى فاكيوليتد، هتتملي كده، هتتملي رغاوي وسوائل كده وتبقى مليانه بالليبيدز والجلايكوجين عشان تنفع تبقى مغذيه للبلاستوسيست اللي هتيجي تزرع نفسها فيها. حلو قوي. ايه اجزاء الديسيدوا دي بقى؟ بص معايا كده على الصوره، الصوره ظهرت ولا ما ظهرتش؟ الصوره ظهرت ولا؟ الستروما سيلز يعني الخلايا المكونه للاندوميتريوم يا دكتوره. الخلايا المكونه للاندوميتريوم. الصوره ظهرت ولا ما ظهرتش؟ ظهرت. ده بيبي اهو رشق نفسه في الاندوميتريوم. فبقى اللون البينك اللي جوه ده هو الاندوميتريوم بتاع البريجننت يوترس، صح؟ مش ده بريجننت يوترس؟ يبقى اللون البينك اللي جوه ده هو الاندوميتريوم بتاع البريجننت يوترس. حلو. قال لك بقى اما انا اخش جوه الاندوميتريوم ويتردم عليا بفايبرين كلوت، ويتردم عليا بفايبرين كلوت زي زميلتنا ما سالت، قالت هو انا هكبر جوه الكافيتي ولا جوه الجدار؟ فانا قلت لزميلتنا ان هو الجنين هيكبر جوه الاندوميتريوم، جوه الاندوميتريوم، تمام؟ دكتور محمد مجدي دي صوره مرسومه بالايد، انا ممكن اكون جايب الصوره بالجنب مش انتيرو فيو. شفت دكتور بهاء خدها من على لساني ازاي؟ شايفينه من على الجنب يا محمد، ده قدام وده ورا وده فوق وده تحت، فهو ورا اهو. ماشي يا شباب. المهم اللون البينك ده لما الامبلانتيشن سايت البلاستوسيست دخلت واندفنت جوه الاندوميتريوم، بقى في جزء من الاندوميتريوم مغطي البلاستوسيست، عامل زي كبسول عليها، زي كفر عليها، زي حافظه، زي كبسول، فاسميها ديسيدوا كبسولاريس. ما هي الديسيدوا كبسولاريس؟ هي جزء من الاندوميتريوم بتاع البريجننت يوترس اللي مغطي او سوبرفيشال تو ذا بلاستوسيست،
يعني يقع بين البلاستوسيست واليوترين كافيتي اهو، وجزء تاني موجود ديب تو ذا بلاستوسيست، يعني يقع بين البلاستوسيست والجدار بتاع الرحم، فسميته ديسيدوا بيزاليس، القاعده يعني ديسيدوا القاعديه. واخيرا بقيه الديسيدوا اللي مبطنه بقيه الرحم كله، يعني الديسيدوا الجداريه سميتها ديسيدوا بارايتاليس، يعني اللي مبطنه بقيه جدار الرحم. يبقى بمنتهى البساطه انت عندك جدار، الجدار ده كان مبطن الرحم داير ما يدور بالمنظر اللي انا بعمله بايدي ده، قمت انت زارع جواه جنين، زرعت جواه جنين وردمت عليه، فقمت مقسم الجدار الداخلي اللي هو الاندوميتريوم ده لثلاث اجزاء، جزء مغطي البلاستوسيست سميته كابسولاريس، جزء قاعد عليه البلاستوسيست بين البلاستوسيست وجدار الرحم اسمه بيزاليس، وجزء مبطن بقيه جدار الرحم اسمه بارايتاليس. وليه سميناها ديسيدوا؟ عشان البيبي ده لما يتولد بسلام كل البنك ده هينزل معاه بعد كده في دم النفاس. خلاص يا شباب فهمناها؟ ده البودي وده السيرفكس. ماشي يا حسام؟ مش عارف هي الصوره تعباكوا ليه، دي صوره تخيليه يا اولاد. كل الديسيدوا يا دكتور علي لونها بينك، كل الديسيدوا لونها بينك، كل الديسيدوا لونها بينك. البنكاية دي هي البيزالس اللي بين البيبي وبين جدار الرحم الأصلي، والبنكاية دي هي الكابسولاريس اللي هي مغطية على البيبي، والبنكاية دي هي البرايتالس. لا يا دكتورة ليلى، في بنك وفي مش عارف ده ايه، ده بيج تقريبا حاجة كده. خلاص نشاور بالنقطة، ايه رأيكم كده؟ This is deciduous basalis. حلوة. And this is deciduous capsularis. حلوة. And this is deciduous parietalis. تمام؟ هي اللي خضرة. إن شاء الله سكتكم خضرة بقى وإشارتكم خضرة، وبهذا يكون انتهى ال كده بيكون انتهى الدرس بتاعنا أحداث الأسبوع الأول. ومعلش هي حوالي 7-8 صفحات في الكتاب، انا مش عايز ازود عليكم واديكم الاسبوع التاني على طول كده، بس ان شاء الله اوعدكم ان الامبريولوجي فاضل فيه 3 محاضرات بكتير يعني.